الدوري ان شاء الله اللي هتكون ان شاء الله البطوله الثالثه على التوالي في حاله حسمها، وايضا البطوله رقم 40 في تاريخ النادي الاهلي. كل التوفيق لفريقنا، 3 نقاط مهمين. هكون معاكم بعد قليل مع نجوم مصر، نجوم النادي الاهلي، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن، نجوم مصر طبعا. وهنكون في استوديو تحليلي رائع سواء قبل المباراه او ما بين الشوطين او بعد اللقاء، ونكون فرحانين ان شاء الله. اسيبكم مع بعض اللقاءات مع زميلنا امير هشام واروح لنجومنا في الاستوديو.